لو أننا تأملنا يعني بعمق في أسباب هذه الكارثة لوجدنا أن أسبابها معاملات حرمتها الشريعة. في خلاصة شديدة جدا يعني إن المعاملات التي أدت إلى هذه الكارثة إنما هي معاملات تجمع بين الربا والقمار أو بين الربا والغرر، لأن تعبير القمار إنما يطلق على عالم الملاعبات، وتعبير الغرر إنما يطلق على عالم المعاوضات والتجارات، وكلاهما ينبثق من مشكات واحدة. فعندما تحرم الشريعة الغرر وعندما تحرم الربا بكل صوره فإنها تقطع الذريعة على هذه الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الكوارث والولايات. إن هذا تشخيص سريع لكن التفصيل سوف تقف من خلاله على حقائق مروعة ومذهلة شرعيا واقتصاديا. لقد حضرت في القاهرة ندوة عن هذا الموضوع، فكان فيما ذكره أحد أساتذة الاقتصاد كان يقول وهو يردد مقولة غربية إن الربا شيطان لابد أن يخرج من عالم الاقتصاد في يوم من الأيام. لن تشهد البشرية استقرارا لأوضاعها الاقتصادية إلا إذا وصل معدل الفائدة إلى صفر. فكان يقول لبعض المفتونين بالحضارة الغربية في مجتمعاتنا، كان يقول لهم أربعوا على أنفسكم، لا تسارعوا بتوزيع صكوك الشرعية على الفوائد الربوية، لأن شيطانها الذي ابتكرها سوف يكفر بها. ثم تظل أنت وحدك عندما توزع صكوك شرعية زائفة، لأن الذين ابتدعوها وصنعوها سيكفرون بها في يوم من الأيام عندما يتجرعون قصصها وعندما يكترون بمرارتها. إن هذا يذكر بطائفة من المشركين كانوا يعبدون رجالا من الجن، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم هؤلاء الجن المعبودون من دون الله أسلموا لله تعالى وصاروا في جنة الموحدين، لكن أولياءهم من الإنس لا يزالون يعبدونهم ولا يزالون يتنسكون لهم ويتقربون لهم من دونه. يا أخواننا إحنا بطلنا، إحنا كفرنا بالحكاية دي، لا برضو لا يزالون. ومن ثم قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الذين كنتم تعبدونهم من دون الله كفروا بالشرك وكفروا بالأوثان وكفروا بالأدان وأصبحوا يعبدون الله وحده، وأنتم لا تزالون مصرون على عبادتهم من دون الله عز وجل، فما أشبه هؤلاء بأولئك. والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. ما أسباب هذه الأزمة بالتفصيل؟ عندنا كتلتان كبيرتان، الكتلة الأولى ما يسمى بالبيوع الآجلة، والكتلة الثانية المضاربات. أنا أرجو أن تخرج من محاضرة هذه الليلة بمعلومات شرعية محددة إن شاء الله. عندك كتلتان كبيرتان وقفتا وراء هذه الأزمة الكبرى. الكتلة الأولى بيوع الآجال، البيوع الآجلة. طب لعل قائل يقول إن الشريعة تجيز بيوع الآجل، إن الشريعة تجيز البيع نسيئة، إن قرار المجمع الفقهي يجيز البيع بالتقسيط، من لم يكن عنده نقد حاضر وأراد أن يشتري سلعة بثمن مؤجل زاد جاز، حتى ولو زاد سعرها المؤجل عن سعرها الحاضر. تشتري سيارة كاش ب10,000 وتشتريها تقسيط على 12,000 15,000، هذه صورة جائزة، وقرارات المجامع الفقهية على تصويبها وتصحيحها، وإن كان قد نازع فيها بعض أهل العلم من المعاصرين، لكن الراجح
والمقطوع به إن شاء الله أن هذه العقود عقود مشروعة ما دام لم ينص فيها على ذلك فائدة، وما دام المشتري قد دخل على عقد بات من البداية، يعني اختار عرضا من العروض التي قدمت له ويعني تعاقد على أساسه وثبتت المعاملة على هذا النحو، فإن هذه الصورة مشروعة. لكن ما هي بيوع الآجال أو البيوع الآجل التي نتحدث عنها هنا؟ إن أحياناً المصطلحات يحدث تشابه في المصطلحات، يحدث تشابه في الأسماء مع اختلاف في المسميات وفي المضمون. المقصود هنا إنما هو البيع المؤجل الطرفين العوض والمعوض، يعني البائع باع والمشتري اشترى، للبائع سلم الشيء المبيع ولا المشتري تسلم الصفقة، يعني بيوع مؤجلة من الطرفين. باع البائع فلم يقبض ثمنا، اشترى المشتري فلم يقبض سلعة ولم ينقض ثمنا، اسمه في الشريعة بيع الكالئ بالكالئ، اسم بيع الدين بالدين، إن هذا مما نهت عنه شريعة الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. عندنا بيوع النسيئة وبيوع السلم من البيوع الجائز في الشريعة، وبيع السلم عكس البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط تأخير الثمن وتعجيل المبيع، صح؟ مقابل يعني زيادة نسبية في الثمن، عكس بيع السلم تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أن تدفع الثمن الآن وتتسلم السلعة لاحقا، وفي الغالب يكون سعر السلعة يكون أقل من سعرها في لو أنك اشتريتها الآن وتسلمتها الآن يعني حاضرة. ومن ثم يقال له في الفقه بيع المفاليس وبيع المحاويج، لأن الناس يضطرون إلى بيع جزء من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية قبل تسليمها لأصحابها لكي توفر في أيديهم كمية من السيولة، ثم إذا جاء وقت هذه الحاصلات يسلمونها إلى المشتري. لكن الصورة هنا أن البيع مؤجل من الناحيتين، فلا البائع سلم الثمن ولا المشتري تسلم الشيء المبيع.